هي ليها شقين، الشق الاولاني انت الكبير فقدرك انك تكون محط انظار للجميع، وان كل صحيح اللي بيحاول يبقى زيك ومش عارف يجرك لمنطقته، طالما هو مش عارف يوصل لك فتعال انت ناحيتي بقى نخش الخناقه دي مع بعض. ده يعني قله حيله من كثيرين، منها الجزء حتى برضو يعني واحنا بنتكلم عن موضوع الالقاب، انت شايف انت زعلان عشان في خناقه ما بين او في كلام ان الاهلي وريال مدريد بيتحطوا في جمله مفيده في سلوجن او لقب شرفي تسويقي تماما، في حين ان انت نفسك لما خسرت لقب نادي القرن فانت رحت بتكتب على مطبوعاتك كلها وبتسوق للنادي الاكثر حصدا للالقاب في القرن العشرين، محدش قال لك انت بتعمل ايه، ما حقيقه انت الاكثر حصدا للالقاب الافريقيه في القرن العشرين، هو مش لقب انت مش واخده من جهه رسميه لكن شيء بيساعدك تسويقيا، برافو عليك انك عملت كده. فانت ليه زعلان ان الاهلي بيدور على انه يكون الاكثر تتويجا بالالقاب القاريه على مستوى العالم، وانه لما حقق ده في وقت من الاوقات استغله تسويقيا ودلوقتي بيسعى ان هو يوصل ليه تاني، وان الانديه التانيه ريال مدريد بيستغله وهكذا. الحاجه التانيه الجزء بتاع لعيبه الاهلي واللي مشي واللي راح واللي جه وفورنا نص الفرقه واحنا اصلا لسه حتى ما خلصناش الدور الاولاني في الدوري، فزي ما قلت لحضرتك جزء من الموضوع انا مش عارف اوصل لك فانا هجرك لمعارك جانبيه طالما انا مش عارف ابقى زيك، فتعال انا هحاول اشغلك بحاجه تانية. الحاجه التانية ان السوشيال ميديا الحقيقه بقى فيها ناس اكل عيشها الكلام، يعني كل واحد بقى عنده جورنال بتاعه وعنده قناه بتاعته ببلاش فعايز يعمل محتوى ويلم فولورز ويكسب فلوس، وهيعمل ده ازاي وهو يعني لا ناقة له ولا جمل ولا له حيلة ولا عنده علاقات ولا بتاع، بس هو عايز يطلع يفتح الكاميرا أو يكتب بوست يلم شوية لايكات يلم شوية فولورز يتحوله دولارات يكسب فلوس أكل عيش، فهجيب ده منين؟ هخترع، هبدأ أدور بقى هو مين هيمشي مين هيقعد، أنا مش عارف أوصل لمعلومة فهبدأ أجتهد بقى. الاهلي سمعنا في جورنال مش عارف فين في اي حته ان هو بيفاوض، والجورنال ده ليس له اساس وليس له وجود. اي حاجه الناس بتاخد معلوماتها تخش مثلا على موقع زي ترانسفير ماركت، ترانسفير ماركت زيه زي ويكيبيديا يعني ما هوش موقع موثوق 100%، مش موقع تستند عليه في معلومه، الناس تخش تلاقي ايه صفقه تقترب، يا جماعه احنا اللي يعني الناس احنا اللي بنحط على ترانسفير ماركت زي ويكيبيديا يعني لكن ناس معينه هي اللي بتكتب هذا الكلام بالظبط، يعني الناس انت ممكن تبعت معلومه لترانسفير ماركت عادي زي ويكيبيديا وتلاقيها موجوده تاني يوم واحصاء وحاجات زي يعني كده مش وموجوده تاني يوم. ففي ناس بقى اكل عيشها ان هي تفتعل او تختلق اخبار حراقه عشان تلم لايكات فتجيب فلوس، ف احنا مجرورين للمعركه دي. المفروض الناس بقى اللي بتتابع يبقى عندها شويه وعي بالموضوع، الخبر لما يكون اكيد هيطلع من مصادره الرسميه، فيما عدا كده كل اللي بيتقال ده اجتهادات ربما يكون بعضها صحيح، ما في ناس بتشتغل وبتسعى وفي صحفيين محترمين بيحاولوا يوصلوا المعلومه، لكن صحيح. النسبه بتاعت الناس دي على السوشيال ميديا قد ايه؟ السوشيال ميديا العدد الاكبر فيها ناس انا دايما معلش في الامر ده انا ليه ابص للسوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا ليست مكان رسمي اخد منه احصائيات او اخد منه كلام، كل صحيح. واحد من حقه ان هو يقول، حتى لو كان المشكله ان بعض الاعلاميين السوشيال ميديا تحديدا انا ما عنديش مشكله ليه وما بتضايقش، حتى ما هو الناس كاتبين كلام كتير جدا دلوقتي عني انا تحديدا صحيح. في السوشيال ميديا، ولكن انا ما بتضايقش، عارف ليه؟ لان دي ناس مستخبيه ورا حاجه وهم مش عارفين هم بيقولوا ايه صحيح. وجهه نظري بعض مش كل الناس، بعض الناس، لكن في ناس معروفه طبعا، انا عارف صبري مش صبري لكن اي اسم يعني مفهوم. في اسماء اصدقاء كتير جدا، ولكن في البعض بيبقى مستخبي وبيرمي حاجه غرضا في امر اخر. المشكله لما أخر. الاعلام يستند ليها ان دي يعني دي حقائق الاخرى وتلاقي مثلا يعني الناس، طب فين الناس اللي المفترض تقوم ده او تطلع بيانات؟ انا لا احب ان انظر دائما للسوشيال ميديا صحيح. انا دائما انظر للشكل الاعلامي للحلقه نفسها. صح بالظبط كده. هي الموضوع السوشيال ميديا مع الناس انقسم، انا بشوف ان هو مر بمرحلتين. المرحله الاولانيه ان انت فجاه بقيت بتستخدم حاجه، انت بقى عندك جورنال بتاعك ببلاش وبقى عندك قناه بتاعتك ببلاش، فانت قادر او عندك الابيليتي ان انت تطلع تقول راي، عندك الباور ان انت تطلع تقول راي. مع الوقت لان اصحابك هم اللي بيتابعوك فانت كل حاجه بتكتبها اصحابك بيدخلوا يعملوا لك لايك تبدا تصدق، فبتصدق، فانا كل حاجه بقولها هي الصح المطلق بالظبط. المرحله الثانيه بقى هي دخول الاعلانات وان الناس تبدا تاخد ارباح وتكتسب فلوس من السوشيال ميديا، فما بقاش الموضوع بس واقف عند حته الراي وخلاص، لا انا محتاج بقى اخبار حراقه عشان الناس تدخل عليا واخد فلوس.